ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا إلى الحق محمد بن عبد الله، حبيب الله وعبده ونبيه وخليله وصفيه ورسوله ومصطفاه، اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون لكم وللبشرية بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على هذا الجناب النبوي الشريف، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من الصالحين في العالمين، إنك حميد سميع مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، من نعم الله سبحانه وتعالى على البشرية جمعاء أن أخرج من أصلابهم ومن بطونهم أناسا جعلهم قدوة وأسوة يتأسى بها، وجعلهم منارة يقتدى ويهتدى بها. علمنا المولى عز وجل أن رجالا ونساء من البشرية أعطاهم سبحانه وتعالى حكمة وعلما من أجل أن يوزعوهما على الناس، ومن أجل أن يكونوا نموذجا يضرب به المثل. ذلكم الأنبياء، ذلكم العلماء، ذلكم الكبار الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا هذه النماذج الذي أمرنا أن نقتدي بها. عباد الله، خاطب المولى عز وجل في أكثر من آية البشرية جمعاء، مشيرا إلى هذه الحقائق التي بدأنا الحديث فيها. وعلى رأس هذه الآيات آية خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فقيل له وهو الصادق المصدوق: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أي يا محمد، مع أنك وصلت إلى منتهى ما يمكن الوصول إليه من علم وأخلاق وتقوى، إلا أننا نقص عليك أنباء قوم نأمرك أن تقتديهم وأن تأخذهم نموذجا في ممارستك الحياة وفي التعامل مع غيرك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
جاء الإمام أبو حنيفة النعمان وكأنه يفسر لكم هذه الآية ويقول: قصص وحياة العلماء آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، يثبت الله سبحانه وتعالى بها قلوب المؤمنين. أحبتي في الله، ما المراد بالحديث عن قصص الأنبياء وقصص العلماء؟ القرآن أيها الأحبة أكثر من ثلثه قصص، أكثر من ثلث القرآن قصص. لماذا هذا التقسيم الإلهي؟ هذا التقسيم الإلهي أيها الأحبة له عدة أحكام وعدة حكم، يمكن أن نأخذ منها ما يلي: لم يرد الله سبحانه وتعالى للبشرية مخلوقات من مخلوقاته لا يستطيعون أن يتأسوا بهم، بمعنى آخر لو جاء الله سبحانه وتعالى البشرية بملك لقالوا: يا ربنا لقد أتيتنا بمن ليس على شاكلتنا نحن كبشر، فكيف تريد أن نقتدي من لا نستطيع أن نكون مثله؟ هذا الأمر أيها الأحبة نفسه لو نظرتم إلى ما حدث في تاريخ العلوم الإسلامية ونشر وانتشار الإسلام على وجه الأرض ترون أنه هو نفسه ما يحدث، إذ المولى عز وجل لم يهيئ مثلا للشعب الزنجباري ناسا أتوا من أندونيسيا من أجل أن يعلموهم دينهم، وإنما جعل عليهم ولأجلهم علماء خرج من أصلابهم يمشون في الطرقات مثلهم ويتكلمون لغاتهم ويعيشون أعيادهم من أجل أن يفهم القاص والداني من أصحاب وأهل هذا الشعب العظيم أنه يمكن أن يكون الزنجباري عالما. وهذا ما حدث في التاريخ أيها الأحبة. كان عندكم ولديكم علماء أفذاذ كبار انتشر علمهم شرق الأرض وغربها، انتشر علمهم العالم كله، إلا أنه مع الأسف الشديد كما قال العرب: مطرب الحي لا يعجب. بما أننا اعتدنا الحديث والكلام من علي أو فلان من أصحاب جيلنا وأصحاب بلدنا لا نعبأ به، مع أن العالم كله قبل 50 سنة أو ما يزيد كان ينظر إلى تلكم البلاد نظرة الإعجاب والاستغراب، كيف استطاعت قطرة نائية مثل هذه أن تصل إلى درجة من الدقة والعلم مثل زنجبار. هؤلاء الكبار أيها الأحبة عاشوا هنا وعلموا العالم كله، لذا آن الأوان أيها الأحبة لأبناء هذه القطرة أن يتعلموا مثل ما كان آباؤهم الأمجاد تعلموا، وأن يتحولوا إلى منابر وإلى مصابح تنتشر منها العلوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه على ما شاء قدير وبعباده لطيف خبير. أدعو الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. عباد الله، مطرب الحي لا يطرب كما قال المثل العربي، إلا أننا في أزمنة يستطيع الإنسان أن يعود إلى الوراء وينظر ما كان فيه ليأخذ منه ما يستطيع به أن يستنير في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى من عبر وحكم. ومما لا شك فيه أن الرجوع
إلى هذه التقاليد العلمية التي جعلت هذه الجزيرة أو هذه البلاد بلاداً يضرب بها المثل، لا شك أن هذا من أحسن وأعظم ما تستطيعون أن تفعلوه. أحبتي في الله، اليوم لا يمكن، أجزم وأقول يستحيل أن يتحدث أحد في شتى أنحاء العالم عن الإمام النووي وعن منهاج الطالبين دون أن يعود إلى ما كتبه الإمام العلامة الحبيب أحمد ابن أبي بكر ابن الصديت. يستحيل أيها الأحبة أن يحدث ذلك في بحث علمي. لا يستطيع اليوم أحد أن يحضر رسالة دكتوراه في منهاج الطالبين دون أن يذكر الابتهاج للإمام الحبيب أحمد، وذلكم شخص ترعرع في زنجبار، عاش في زنجبار وصنف شرق وغرب في زنجبار وأصبح نموذجا عالميا. لا يمكن الحديث عن معتمدات الشافعية دون الرجوع إليه أيها الأحبة. هذه البقعة عاش فيها الكبار، لكنه كما قال الشاعر: ليس الفتى من قال كان أبي، وإنما الفتى من قالها آنذا. أيها الأحبة، ذلكم العلم الذي به فضل الله سبحانه وتعالى وميز أهل هذه البلاد عن غيرهم. زنجبار كانت تسمى في الماضي أندلس شرق إفريقيا لكثرة علمائها ولكثرة تصنيفاتها التي كانت تستفيد منها العوالم. آن الأوان أيها الأحبة أن تحيوا هذه السنة، وهذه رسالة أيها الأحبة من أخ محب لكم يوجهها إلى علماء هذه البلاد: عودوا إلى ما كان عليه أسلافكم، عودوا إلى ما كان عليه علماؤكم. مشكلتنا اليوم أيها الأحبة أننا أصبحنا نظن أن العلم حكر على مكان معين أو على منطقة معينة، بينما لو عدنا إلى ما كان عليه الماضي لوجدنا أن السنة الشريفة لم يخدمها العرب مثل ما خدمها غيرهم من العجم. فالإمام البخاري هو اسمه محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري مولى بني جعفة. لو عدتم إلى مسلم لوجدتم أن الإمام مسلم سمى مسلم بن الحجاج النيسابوري، وهلم جرا من أصحاب السنن. وهكذا علوم القرآن، وهكذا حتى النحو، أكبر النحاة غير عربي، هو عجمي، هو سيبويه. سيبويه لم يكن عربيا وإنما كان نحويا. فمن هنا انبثقت رؤوس استطاعت أن تتعمق في تعليم وتعلم اللغة العربية أمثال أبي محمد برهان كلا. من هنا تخرجت رؤوس استطاعت أن تصرح أصعب وأعظم كتب اللغة العربية والشعر العربي الإسلامي أمثال الشيخ حسن ابن عمير الشيرازي، ويعني اللائحة طويلة لا نستطيع أن نستريدها كلها. من هنا أوجه مرة ثانية هذه الرسالة إلى علماء هذه الجزيرة المباركة، ولأقول لهم: يا علماء الأمة، يا علماء زنجبار، عودوا إلى ما كان عليه أسلافكم، إياكم ثم إياكم أن تتركوا ما كانوا عليه، فلن تصلحوا إلا بما صلح به آباؤكم، تشبتوا بما وجدتموهم عليه، عودوا إلى ما كانوا عليه. فوالله ثم والله بعدما أن تجولنا في الأرض كلها شرقا وغربا يمينا وشمالا ما وجدنا مكانا استطاع علماؤه أن يصلوا إلى قلوب الناس مثل هذه البقع. والله صدقوني أيها الأحبة، لذا يجب عليكم أن تعودوا إلى ما كانوا عليه.
خذوا بما أخذوه لتروا أن الإسلام مثلما أن انتشر في وقتهم بسببهم وبعلمهم يستطيع اليوم أن ينتشر مرة ثانية وثالثة ومجددا، ويزهو الإسلام مثلما زهى وقتهم. أدعو الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة بعد الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وعلى آله وصحبه، أدعو الله أن يبارك لكم في علمكم، ويبارك لكم في أرضكم، ويبارك لكم في علمائكم، وينفعكم بعلمائكم القدامى، ويهيئ لكم علماء جدد يمشون على ما كانوا عليه. اللهم يا الله ندعوك في هذه الساعة، ولعلها أن تكون ساعة استجابة، أن تفتح لأهل هذه البلاد ما فتحت لآبائهم وأجدادهم. اللهم يا الله لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائجنا إلا قضيتها وفرجت عنها يا رب العالمين. اللهم يا الله عجل بفرجك على أهل غزة وعلى أهل لبنان وعلى كل مظلوم على وجه الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما مؤيدا معصوما، ولا تدع فينا ولا حولنا ولا جنبنا شقيا ولا محروما. اللهم يا الله اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا الله انظر إلينا بنظرة اللطف والرحمة، ولا تنظر إلينا بنظرة الغضب يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وارض اللهم عن أئمتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الباقين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن تابعيهم وتابع تابعيهم إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. مجيني ونشووني manake si mgeni tu, huyu mgeni ametoka Komoro na anaitwa Dr. Qasim bin Muhammad al-Saghir Bajafril, hilo ndo jina lake. Na kwa hakika hutuba yetu ilikuwa ikizungumza na ilikuwa ikituelekeza sana ni ujumbe wa wanazuoni wa zama hizi, na ujumbe wenyewe kwamba tutambue kwamba tunaambiwa na tunaelezwa kwamba wale waliokuwa kabla yetu, bimaana wale wanazuoni waliokuwa kabla ya wakati wetu huu, walikuwa ni wanazuoni, sio walikuwa watu wa kawaida. Na tukaambiwa na akatueleza kwamba mwenendo wa kuwafuata waliopita ni katika mienendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwagiza Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Na tunatambua kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama amekamilika na katika viumbe ambavyo vilivyokuwa bora, lakini tunafahamu na akatuambia akatueleza kwamba katika Qur'ani visa vya mitume na wema waliopita vimeelezwa takriban ya thuluth na akthari yake. Bimaana Qur'ani imeeleza visa vingi kuliko ahkami na sheria. Bimaana kwa sababu gani tukawa tuna Mtume sallallahu alayhi wa sallama anaelezewa habari za mitume iliyopita?
kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Hud aya ya 120 Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak, yote ambayo tunakuelezea kuhusu habari za mitume habari za waliopita basi ni kwa sababu tunataka kukutulizanisha kifua chako upate kutulizana, kwa sababu na akatueleza akatuambia kwamba mifano ambayo tunaopigiwa ama unaopigiwa ni walikuwa watu ni wanadamu kama wewe, hawakuwa malaika. Sasa khatibu alikuwa akitupa habari na akatueleza kwamba tutambue kwamba hapa katika bukaa yetu hii ya Zanzibar kulikuwa na wanazuoni wakubwa na walikuwa wakitegemewa ulimwenguni, na akatuambia kwamba huwezi ukapita kitabu cha manhaj ya imamu al-imamu an-nawawi minhaj at-talibin ukakisoma bila ya kurudishwa ukawa unafanya research, ukawa unafanya bahthi kwa wale ambao wamefika daraja za magister na doktora wanafahamu masala ya research, kwamba haiwezekani wewe ukakizungumza kitabu cha al-imamu an-nawawi ukawa hujarudi ukamsoma al-habib ahmad bin abubakar bin sumaiti, itakuwa ni ajabu kubwa, kwa sababu ametarara katika madhahibu shafi'i na akaeleza katika vitabu vyake ambavyo al-imam as-sayyid al-allama habib ahmad bin abubakar bin sumaiti ambavyo anavyo vitabu vyake venye kuhusiana na madhahibu ya imamu shafi'i. Kwa maana hiyo akatuambia kwamba ardhi yetu hii ya Zanzibar, ardhi yetu hii ya Zanzibar wametoka wanazuoni waliokuwa wakubwa. Tusidanganyike na tusighurike kwa kufuata labda tukaona ilmu labda inatoka Uarabuni. Haya ndo maneno khatibu ametueleza, akatuambia na kututanabahisha kwamba tuangalie ashabu sunan, wanazuoni wote ambao waliokusanya vitabu vya hadithi, al-Imamu al-Bukhari, al-Imamu Muslim na wengineo. Hawa wote walikuwa si Waarabu, walikuwa ni watu ambao ni si Waarabu bimaana maajam wa ajemi, walikuwa ni watu ambao wa Bukhara wanatoka katika pande hizo, si Waarabu. Akatuambia vile vile tuangalie vile vile wanazuoni walikuwa wakitafannan wakitabahar katika ulumi nahwi. Akamtaja al-Imamu Sibawi, ndo imamu bingwa huyu wa lugha ya Kiarabu, si Mwarabu. Sasa risala na ujumbe wa khatibu alikuwa akitupa kwamba tulikuwa na hazina, hazina tulikuwa nazo ndani ya Zinjibar, tulikuwa tuna wanazuoni, tulikuwa tuna watu ambao wamebobea na wameandika vitabu na funun. Akawataja kama Sheikh Al-Burhani Al-Mukalla ana kitabu chake Alfiyatul Wadhiha, ametaja humo ni bahari kubwa. Haya mambo yakielezwa tunaona kama ni mchezo mchezo. Hawa ni watu walilelewa hapa hapa Zanzibar, wakakulia hapa hapa Zanzibar, wamesoma hapa hapa Zanzibar, wameandika vitabu, vipo hadi leo tunavo. So kama tunazungumza hivyo vitabu vikawa havipo, vitabu vipo tunavo, kivitaka vipo, bahari kubwa wameandika kupitia lugha ya Kiarabu. Na vile vile akatuambia wanazuoni ambao wakubwa kama Sheikh Hassan bin Amir vile vile alikuwa ni katika wanazuoni wakubwa na vitabu vingi ameviandika katika shuruhi za Kiarabu na lugha ilikuwa ni kubwa. Sasa hutuba yetu imelenga kitu gani? Imelenga kwamba yale ambayo wazee wetu walikuwa nayo tushikamane nayo, tusighurike wakaja watu wakatutia maneno wakaona kwamba njia ambazo walizopita wazee wetu sizo, ama walikuwa wamepotea, ama walikuwa hawana elimu. La, bali walikuwa wana elimu na wametunga vitabu tofauti. Na jambo ambalo anasema la kustaajabisha kwamba sasa hivi Zanzibar vile vile kwamba sio ile ambayo inajulikana. La kustaajabisha kitu gani? Anasema akasema mashairi, laysa alfata man qala kana abi innal fata haa haa ana dha. Anasema sio kijana
yule ambaye anasema alikuwa babangu alikuwa mwanachuoni, babangu alikuwa hivi, lakini kijana ni yule ambaye anasema mimi ndo mwanachuoni, mimi fulani. Sasa isiwe sisi Zanzibar tukawa tunasema tu tulikuwa na wanazuoni hapa, tulikuwa na hivi. Sisi tuko wapi na tunajifananisha nao vipi? Tunafuata njia zao vipi? Tunawafuata vipi? Nuru walioiacha tunaifuata vipi? Elimu walizokuwa nazo tunazitenga wakati wetu wakati gani wa kutafuta elimu kama walivyokuwa wao Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyowapa na alivyowabariki. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuambia na akasema kwamba haiwezekani mtu atoke huko pengine Indonesia aje hapa. Allah anawatoa wale wale katika asili yenu, katika manhaji yenu, ndio watakuwa wenye elimu. Sasa kwa kufupisha bila ya kurefusha, tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuzindue, tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie kiwa sisi hatujapata elimu, basi tuandae vijana wetu, Allah Subhanahu wa Ta'ala awape ufunuo, awajalie ilma nafi'a. Na tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.